داخل فضاء الجامعة الشعبية تحت شعار الديمقراطية اللغوية والثقافية بالمغرب. هذا الفضاء الذي أرادته الحركة الشعبية على مر عقد من الزمن منصة خصبة للنقد والنقاش وصراع الأفكار وتبادل وجهات النظر بين رجالات الفكر والثقافة والسياسة حول مختلف الأوراق المفتوحة. هناك من يصرح أن إلى هذا الاختيار تم فسيكون يعني بمثابة دعم للغة الأجنبية، بالخصوص للغة الآن اللي هي سائدة في انتظار أن تكون اللغة الأخرى سائدة هي الفرنسية. ممكن سمعنا كلمة اللوبي الفرنسي والمدافعين على الاستعمار وعلى الفرنسية. أعتقد أن اليوم تيخصنا فعلا يكون واحد النقاش هذا، واحد النقاش صريح اللي لن يمس بالتوابيت ولن يمس حتى بالمواقف ديال هذا الطرف أو ذاك، ولكن نحاول إن كان في الإمكان أن نوضح كل من جانبه أشنو هما المرتكزات اللي تيبني عليها اختيار. ولذلك احنا ملزمين بالانخراط في المستقبل ماشي في الحاضر، لان الحاضر داعز، الحاضر لحظه بعد فتره قصيره يصبح من الماضي. ولذلك فاش كنناقشوا اليوم، راه السيد الوزير عارف، كنناقشوا التكوين المهني وشنو هي الاصلاحات الضروريه الدخل فيه دائما. وعندما نناقش الاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل مثلا، كيفاش غادي نوفروا الشغل لهاد المواطنات والمواطنين اللي فعلا من حقهم يتوفروا عن الشغل؟ دائما نقول ما يخصناش نفكر ب 2019، خصني نفكر في 2020 2021 2022 2025، لان انذاك ما هي المهن التي تختفي، ما هي المهن التي تظهر، ما هي التخصصات التي تصبح من الماضي وتصبح تقليديه متجاوزه، ما هي التخصصات الجديده؟ الانسلاك في المستقبل هو خيارنا، وليس هناك أي خيار للمغرب إلا هذا. ونحن في الحركة الشعبية بطبيعة الحال قناعتنا معروفة منذ إنشاء الحزب، ونحن ندافع أولا على إعطاء المكانة اللائقة للأمازيغية والثقافة الأمازيغية، لأننا كنعتبرها من مكونات ديال الهوية المغربية، وفي نفس الوقت ندافع عن الانفتاح وعن المناصفة وواحد إعطاء يعني نفس الحدود لأبناء المغاربة. واليوم لما كنشوفوا غير سوق الشغل يعني في المغرب أو خارج المغرب، تنعرفوا أن ما يمكنش تعطي هاد الحقوق للجميع إلا كان شي كيتعلم باللغة اللي هي مطلوبة في السوق اليوم، وهي اللغة الأجنبية الفرنسية الإنجليزية الصينية، والابناء اللي يعني منحصر التعليم ديالهم الا في العربيه. هذا مع العلم ان هذا الشيء ما كينقص شيء لا من المواطنه ولا من الهويه ولا من قيمه اللغه العربيه، لكن لابد ان يكون هناك كذلك ملائمه مع سوق الشغل. لا طبعا احنا مع الانفتاح على اللغات، احنا قلناها الا كنا من هذا الجانب، وايضا كنا الجانب فيما يتعلق حتى بتيفينار، قلنا بان هذا موضوع حسبنا فيه، معليش نرجعوا كاين واحد الامر اليوم كيتعلق يعني بتنزيل هذه المكتسبات، معليش نرجعوها للجدل مرة أخرى. ولكن كما كنقول اللغات، فأنا موقفنا واضح، لأن كنقولوا ما يمكنش اليوم غادي أولادنا غادي يبقاو منغلقين. لا، حنا غير خصنا نتفقوا شنو بغينا. هناك اللغة الأم، حنا مع تطويرها، أن اللغة العربية كلغة رسمية واللغة الأمازيغية حنا مع التطوير ديالهم، حنا ما كنختلفوش عليه. ولكن كنشوف صعب جدا اليوم أنني نقول باعتبارات اللي ربما مازال ما كنفهمهاش، أنني نقول لأولادنا غادي ما نعطيهمش فرصة أنهم ينفتحوا اللغات، ما نعطيهمش فرصة أنهم يقراوا مواد علمية بلغات أجنبية، ربما اللي تسهيل يعني اكتساب هاد المواد والمفاهيم ديالها، وايضا اللي يعطيهم واحد الاليات اللي تمكنهم واحد الاليات ديال التواصل اللي كان كنقول دائما احنا في زمن العولمه. الام اليوم ماشي هو اللي ما كيعرفش يكتب، ماشي القراءه والكتابه، ولكن الام اليوم هو اللي ما كيتحدثش اللغات. وطبعا هذا التحدي اليوم كيسالنا، وهذا هو في هذه المناسبه ان شاء الله كنتمنى ان نطرحوا هذا النقاش باش نخرجوا بواحد نضربوا واحد. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.